اللي قال طلبوا علينا كل ضيعونا الوقت كما تو زدوا علينا مشاكل وليو كنا احنا راه بدينا العام ترونكيل والناس كل تقف معانا والا خويا يحضروا هيئه واضحه وتشد وتخدم على روح لا عملوا لا خلي لا خدموا لا خليوا شكون يخدم لا حضروا لنا هيئه باش هي تخدم وتشد بلاص ولا خلونا احنا نخدم جابونا سيد اذا ما يقول لك تماخذ الجبل فانجب فار سامحني في الكلمه معناها ما جابونا شخص اللي هو سوالي زويل جير ميور كونو واللي هو انسان معناها ما نعرفش هو ما عندوش فلوس هما رئيس لازم يقدم عنده فلوس يعني تماخذ الجبل فانجب فارا هنا نحكيو على الرئيس المقترح اللي هو بسام زواوي بالطبيعه اللي يجيب لي واحد يقول لي انا اعطيني 400 مليون انت 400 مليون تعطيهم لولدي 400 مليون تو يجيريها سابي باش يعمل دي مراج ما احنا كيفاش بدينا انت جايب تجيري سابي ثلاث شهور طالب 400 مليون واحنا ملك دخلنا على سي بي مسار 8 مليار دويت وتو عندنا اربع سنين نجاريو قد نطلبوا من 4 مليار دويت كانت في ثلاث شهور طالب هذوما ولا عنده فلوس ولا عنده اكسبيريون انا سامحني الغلطه لا يزي ما كانوش متهمين في بعضهم وزيد اختاروا الانسان الخطا ومن بعد يحبوا يخرجوها في عرض كم سيدين هي في بعضهم ما تفهموش وشخص اللي ما حتى لونتيسيدون تاعو تعدى بالسي بي كانت رسمي وكان مسؤول ما نجحش شد اكبر نادي في تاريخ تونس نادي البحر البنزرتي متاع 1900 هذا البارح يكتيكي فيه انا ونيفو دو لاجيرونس عمد عامين برك تقرير مالي ما حضروش وعمل عامين خرج بالكراسي عندي فيديو باش نهبطها انا من بعد هرب بالكراسي يضرب اول مره سبور دو لوكس ستاسيون وبلونج دافوار وعباد شيخ عامله جو في جلسه عامه عباد تعرك بالكراسي وتضرب وتعمل انا مشيت سي ابي في اربع سنين وجمهور وعباد تقوم صباح سي ابي ترقد سي ابي معناها بالحق باهي عبد السلام خلينا نفعلوا مع بعضنا هنا انت يا عبد السلام قدمت الاستقاله نتاعك نهار 20 اكتوبر وتم قبول الاستقاله هذه باهي اونتر تو هما يعينوا هيئه ما يعينوش هيئه يلقاو فلوس ما يلقاوش فلوس انت في الاخر بكل قدمت استقالتي قول القائل هنا جمهور نادي رياضي بنزرتي انت شنو اللي قلقك بالضبط ماذا من قدمت استقالتك خرجت اخرج منها معناه خليهم هما يتصرفوا انا حاجتين حاليا فما حاجتين اليوم مسؤوليتي القانونيه والماليه وكل شيء مزيت مسؤوليه المندم تاعي توفى في فيفري 2022 معناها اليوم حتى لو كان نحطوا هيئه تسريع باش تشد المسؤوليه كان يتيح ولد بالقانون حتى الهيئه التسريع ماهيش هي اللي تنجم يتيح ولد لا قدر الله يتوفى انا نمشي نبحث مش رئيس الهيئه التسريع انا المسؤول الفعلي ما نخرج من المسؤوليه كان نهار في نعمل جلسه عامه تقييميه ونعمل جلسه عامه مع الانتخابيه ونقصد ربي وقتها تقول لي انت علاش مرجعك وين ولي انا نشري في الكلوف لكن تو مسؤول انا قتشي معناها بالشرعيه وبالقانون وبكل شيء مازلت مسؤول دونك ما نجمش نخلي لا بروف انا كان زدت خليت نهارين اخرين سابي يمكن راهي مشيت للواحد لا عملوا حتى شيء ما ريدوا حتى دوسي حتى دابو زمان دابو زمان ما عرفوش للتراء يظل شهرين وقلت انا راني مشيت على روحي قبل ما تصير حتى الاستقاله احنا من نهار الاول قالوا لنا استقيلوا اعضاء من الهيئه تفضل اللي قالوا لنا عليه كل عملناه وما عملوا حتى شيء هما كونتر بارتي دابو زمان ما جابوهاش للملعب عملوا قاعدة في الولاية قالوا فما 160 مليون على أساس 100 من عند الرئيس السابق على ثلاثة مرات و60 من عند مراد شعبان مشكور ما هو مدهم أنت جاي باش تقول لنا بالكليم ما هو مد الهيئة التسييرية باش تبدا تخدم ولحد القاعدة اللي عملوها آخر مرة أنا الخميس ما فماش فلوس هذاك هو المونتو يحبوا يغلطوا العباد ويكذبوا علاش ما نقولوش العباد الحقيقة؟ علاش ما نقولوش خويا وأنا فاي تي كابابل باش نعملوا هيئة باش نعملوا هيئة تسييرية باش نلقاو رئيس ما تفهمناش يا خويا هاو خلي مازال عبد السلام وخلي نحطوا اليد في اليد وخيان وخلي تيك من العام على خير واللي لازم يعاون بدينار يرحم والديه واللي لازم يعاون ب 5000 يرحم والديه وانا هاني معناها واحد حبس وماشي ياكل وبقادم على باش نبيع داري في فرنسا وباش نكملي في كراويت ودرا شنو ونقلب في الدنيا وناهي يعلم بيا ربي باش نجم نجري جمعيتي وباش مو نهار كي نخرج نخليها بالتيران تاعها هنا سؤالي ليك ونحن نحكيو على الفلوس والسيوله هنا تلموا خلينا نقولوا بالكبارات نتاع بنزرت رؤساء سابقين الوالي وكذا ما نجموش يوفروا السيوله المطلوبه.